السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. توجور كما ودكم، ديما جديد في قناتنا الرياضيه. المهم اطلاق سراح شريف ملال ووضعه تحت الرقابه ومرفوق بالتهم. دوك نحكي لكم التهم وكيفيه طريق اطلاق سراحه. ايسونسيال جماعه، لايك على الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق على الموضوع هذا. جماعه في التعليقات نوصيكم ديما ما تجرحوناش الاشخاص بدون تجريح. لكم التعليق. نولي الموضوع تاعنا، انه قال لك تلقوا صراح شريف ملال، ولكن كل سما تحت الرقابه كل اثنين وخميس يروح يسني محضر وكذا من هذيك اجراءات قانونيه قبل لا يخرج الحكم النهائي. راح نعطيكم تهم تاع الموجهه لشريف ملال. قبل ذلك، قبل نعطيكم التهم هذه، كان حاضر في الجلسه، يقال انه كان حاضر في الجلسه يزيد ياريشان وثاني رشيد ازوا ومجموعه من الاداره وزوج من المناصرين، وكاين اللي هذا سجل له الصوت تاعو باسكو قال لك كاين في القضيه هذه تسجيل صوته بين شخصين بينهم ملال والاخر. ايسونسيال هذه معلومات وصلتنا، قاعدين نوصلوا لكم يا جماعه. نحكيوا على التهم تاع ملال. مصدر قضائي قال لك تهم الموجهه لشريف ملال، هو متهم بالتحريض على العنف. المتهم شريف ملال متهم بالتحريض على الاخلال بالنظام العام. المتهم شريف ملال متهم بالتهديد بالقتل. هذه التهم اللي وجهوها ثلاثه اللي وجهوها لشريف ملال. هو بقى دوكا ويبقى هذه القضيه تاعو مازال تلقوا صراحه ولكن تحت الرقابه وكذا من هنا. المهم كاش ما اخبار جديده ويكون راح نكونوا معها بربي ان شاء الله. كما عودناكم، فقط ملاحظه فقط، انا نوصل اخبار يا جماعه، هذه اخبار منقوله، يعني بالمعنى انها منقوله، لست دخلا في هذا شريف ملال او حتى المعلومات هذه كون جات على ياريشان. الجماعه اللي قالت كون جا ياريشان كنا كما درت عليه نهضر على ياريشان لو كانت قضيه على ياريشان. وحنا رانا نوصل الاخبار فقط. ثانيا، احنا فيف جي اس كا فقط، الجي اس كا والجي اس كا والجي اس كا. اشخاص راهم يجيو يروحوا وتبقى شبيبه القبائل. فيف جي اس كا مربوحه ان شاء الله غدا ان شاء الله مع فيديو جديد. سلام خافتي.